السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتنا قناة المزارع الصغير. هنتكلم مع بعض النهاردة عن الزعتر وطريقة العناية به وإزاي نخلوه يتكاثر عندنا. فإحنا معانا هنا طبعا نوعين من الزعتر، ده الزعتر البلدي بتاعنا، وده نوع تاني منه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. فإحنا هنتكلم بقى عن النوع ده والنوع ده، وهنقول طبعا كل واحد بنستخدمه في ايه وطريقة الاعلام بتاعته وطريقة العناية بيه كمان. فاحنا هنتكلم معانا عن الزعتر البلدي ده معانا الاول، وهنتكلم ازاي ننقله وازاي نخلوه يبقى اخضر وبشكل حالكم شايفينه ده. فاحنا الزعتر ده اول حاجة احنا لما نجيب زعتر من ده فاحنا نحطوه في مكان ظل عشان يتم نحافظ على اللون الاخضر اللي فيه ده، يبقى شكله جميل جدا وما يشافش مننا، ويتن تحس اللي هو طري كده مش ناشف زي الجدر من تحت كده. فانت بتحطه في مكان ظل بيتن طري معاك كده واخضر. فاحنا هنتكلم بقى وهنقول لكم عن طريقه النقلان بتاعته. فاحنا لما نيجي ننقل منه هنقص اي فرع من هنا وننقله من هنا، ده فرع ده نقصه، ممكن ننقله في القصيص، ممكن ننقله في اي مكان تاني. فاحنا الفرع ده انا كنت نقله في القصيص اهو، بدا يعمل جدر واشتغل اهو يا جماعه شايفين، ده برده كنت قصه منه وزرعه في القصيص اهو واشتغل معانا وعمل جدر اهو بقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه اهو، ده كده جدر واشتغل كده خلاص. فهيبدا برده يطلع من الجناب اهو، بدا يطلع من الجناب كمان اهو اهو، ده كله من بدأ يشتغل يطلع من الجناب، وده برضو هننقلها من نفس زعترية برضو، وديت اهو ده كله هننقله منها وبدأ يشتغل اهو كل عامل الجدر يعني. بصوا اهي يا جماعة، اهي شوف يا جماعة طلعت بالجدر بتاعها اهي كلها، هنرجعها مكانها طبعا تاني اهو، وده كله هننقله ده اهو، ده برضو هننقله. فهنوريكم دلوقتي برضو ازاي لو عايزين تقصوا وتنقلوا برضو، بس هنوريكم من حاجة تانية عشان دي انا مش عاوز اقص منها تاني. فهنوريكم دلوقتي من حاجة تانية نقص وننقل منها برضو، ودي برضو النوع التاني اللي معانا ده بقى ورقته عريضة، ده زعتر برضو ورقته عريضة بالشكل ده اهو، ده برضو زعتر ده بيستخدموه طبعا في الاكل، بيستخدموه بالنسبة للطبخ وبيبقى جميل جدا على الاكل. وبرضو بننقل منه اللي احنا بيكبر معانا وبيبدا يفرع برضو، فاحنا ممكن بناخد اي واحده من ديت برضو لو خلعناها وحطيناها في اي سيس تاني فهيشتغل معانا، ودي برضو بنفس الطريقه لو خلعناها تشتغل معانا، او دي اي واحده في دول هنخلعها ونحطها في السيس تاني هتشتغل معانا. واحنا طبعا بنستخدمه له ان بي كي كمغذي، وبنستخدمه بمعدل معلقه صغيره على 2 لتر ميه، وبنزق بهم النبات مره كل اسبوع عشان النبات يبقى عندنا بالشكل ده. اي نبات عندنا دايما بننصح بالان بي كي عشان ان بي كي كويس جدا بالنسبه للنباتات، والنباتات المثيره اللي زي ديت مثلا دي معانا خبيزه او جرانيوم، دي طبعا بدا في الزهره بتاعته اهو، دي طبعا بنستخدمه له ان بي كي عالي في فوسفور. النباتات المزهرة اللي زي دي اهو، دي كلها نباتات مزهرة معانا، فبنستخدم لها دي نباتات مزهرة، بنستخدم لها ان بي كي عالي الفوسفور عشان الفوسفور ده هو العامل الاساسي لنمو الازهار بتاعتها ديت. هنرجع تاني للزعتر بتاعنا، فاحنا بنستخدمه معدل معلقة صغيرة 2 لتر مية بنسقي بهم النبات اللي عندنا مرة كل اسبوع، والنبات هيبقى معانا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. فانا دلوقتي هنروح تاني في الزعترية تانية برضو هننقل منها قدام حضراتكم، وهنوريكم ازاي تقصوا وتنقلوا منها. يا جماعة دي طبعا صينية النبات اهو، انا ناقل فيها بقت معايا بالشكل ده، شوفوا يا جماعة بقت قد ايه اهو، ده كله اهو، ده كله في صينية النبات اهي، ده كله في صينية النبات. فاحنا ديت تكفينا طبعا لو عايزين نعمل منها 20 قصيص تانيين، 20 ايه 50 واحد تانيين هتعمل معانا. فاحنا اي فرع من دول هناخده نزرعه، هنزرعه هنا برضو نكمل هنا وهتشتغل معانا، لو نكمل بيه هنا هيطلع برضو ويملى الصينية. فاحنا ممكن ناخده تاني ونقله لما يعمل الجدر بتاعه ونقله في القصيص عندنا، عايزين ننقله في القصيص على طول ماشي اهو، ديت اهو الفرع ده مثلا اهو فرع جامد زي ده، احنا ممكن نقصه كده اهو كده اهو،
بالشكل ده اهو كده، وهنزرعه هنا. هي مرتبه معانا طبعا ميه، هنزرعه هنا مثلا اهو، هي مليانه تربه هنزرعه فيها اهو كده. خلاص كده زرعناه. فرع تاني برضو زي ده اهو، اي فرع زي ده مثلا اهو، ده فرع معانا اهو كده، نقصه من تحت من هنا اهو، هنشيل الورق اللي فيه من تحت ده، هنشيل الورق ده، الورق ده كله هنشيلوه وهنزرعه هنا بس. اهو يا جماعه كده زرعناه اهو بالشكل ده اهو كده زرعناه كده منه. فأي حاجة زي ما قلنا، أي زقة واحدة عندكم أنت تقص منها، دي تقصها برضه وتزرع، أي عند عندهم تقص منها وتزرع على طول، فزرعت النعناع تحت وسهل جدا. وأنت الورق بتاعه ما بينشفش لما تزرعه، فالورق بتاعه بتن أخضر زي ما هو، وبتنقله وبيعمل الجدر بتاعه وبيشتغل ويبقى بالشكل حاجة. شايفين شوف ده بقت عندي قد إيه، ده كله أنا كنت زارع نص ربع، ما كملش ربع الصينية. وهنا زارع معاه هو هنا عنكبوت، صبار عنكبوت أهو بالشكل ده أهو اهو، صبار عنكبوت اهو اهو بالشكل ده. ده برضه زراعة معانا في الصينية، في صينية الإنبات ده بتبقى كويسة جدا معانا بالنسبة للزراعة اهي يا جماعة اهو. ده عنكبوت زرع معانا برضه اهو، فده برضه أنا لما كنت ناقله اهي، دي ناقلها أنا برضه من زمان اهي، ناقلها أنا برضه وبدأت تشتغل معايا اهي. هنا يا جماعة اهي كده بدأت تعمل جدر معايا، دي ناقلها برضو يبقى لها يجي 10 ايام او 15 يوم، بلاقي 15 يوم هي عملت معايا جدر اهي وبدأت تشتغل كده. خلاص كده هي بدأت تشتغل، ممكن ننقلها في السيس تاني لو عايزين نسيبها مكانها برضو تكبر معانا، فعادي هرجعها مكانها تاني. هي كده بقى تبدأ تشتغل مع نفسها في السيس. يا جماعة طريقة النقلات سهلة جدا يا جماعة، متحتاجش اي مجهود اهو، اي فرع من ده اي فرع اهو، الفرع ده اهو، الفرع ده اه، ده مثلا اهو نقصه كده اهو، هشيل من الورق اللي تحت ده مكان ما هنغرز الجدر بس اهو، وهنزرعه هنا، نزرعه هنا اهو كده زرعناه. هيتن اخضر معانا مش هينشف ومش هيبان اللي هو منقول ولا اي حاجه، وهيبدا يشتغل ويعمل الجدر مع نفسه تاني ويكبر ويبقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. فلو حد عنده صيد انبات ممكن يزرع فيها قبل كده. ده طبعا كنت عامل فيديو ده اول مره بننقله، فده هو بعد ما عمل جدر يا جماعه، اللي سمع الفيديو الاولاني فاعمل معانا جدر تاني اهو الزعتر احنا كنا ناقلينه. لو حد عنده صيد انبات برده هينقل منها، ولو اللي ما سمعش الفيديو برده عايز يسمعه يرجع للقناه تاني يشوف الفيديو. فانا كنت عامل برده ننقله في اللي هو لو عندك صيد انبات وعايز تعمل منها 100 قصيص في عادي، اهي صيد الانبات اللي انا كنت عاملها بقت بالشكل ده. هتعمل منها لو عاوز تعمل منها 100 قصيص تاني هتعمل منها، لان انت بتعمل كل فرع في قصيص وما شغلش عندك قصيص تزرع فيه. انت تزرع في كوبايات، في ازايز، ممكن تزرع هنا لو عندك فاضي هنا تزرع فيه، هيعمل جدر وبعد كده تبقى تنقله زي ما انت عاوز. وهنرجع تاني اللي كانت معانا في القصيص اهي يا جماعه، دي كانت معانا في القصيص اهي، انا برضو هنقص منها واحده برضو قدامكم هنا اوضح برضو، ونزرعها نقص مثلا دي اهي اهي ديت كده، قصناها كده اهو دي كده، قصناها كده اهو، شيلنا الورق ده كده، هنبدا نغرسها في نفس القصيص هنا الطريقه دي اهو، وهنروي بقى القصيص كده عاوز يروح هنرويها بيها وخلاص على كده. بعد كل رويه نرويه خلاص زي ما احنا قايلين دي، وهتبدا تشتغل معانا وتكبر وتبقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، ودي برده بنفس الطريقه. وده كان كلامنا النهارده عن الزعتر، واتمنى تكون استفدتوا من الفيديو. ولو اي حد عنده استفسار عن نبات الزعتر اكتبناه في الكومنتات، واحنا هنرد على كل الكومنتات بتاعتكم. ويا جماعه الزعتر ده نسيت نقول لكم، ممكن تحطوه برده في الميه وهيعمل الجدر بتاعه في الميه، وبعد كده تنقلوه زي ما انتوا عاوزين.
واتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.